هل من قام قبل أذان الفجر بربع ساعة أو بثلث ساعة ثم صلى الشفع والوتر يكون قد أصاب الثلث الأخير من الليل ويكون ممن قام الليل؟ أصاب آخره، أصاب آخره. الله لا يضيع أجر المحسنين ولو كان قليلا، اللي يقوم ولو بدقائق قبل الفجر ويصلي الوتر الشفع والوتر ويستغفر أفضل من اللي ينام لما تقام الصلاة. نعم.